ماما ليش قاعدة بالعتمة لحالك؟ يمكن نقضي حياتنا كلها بالعتمة. خير شو صاير؟ ليش هيك عم تحكي ماما؟ أبوكي صار مطلوب، حجزوا على كل أملاكه. مطلوب؟ شو عامل؟ ليش مطلوب؟ في مليون سبب. أبوكي واحد وسخة وطبيعي إنه يهرب ويترك وراه جبال من الهم. ماما فيني أفهم شو يعني انحجز على أملاكه؟ ليا أنت غبية شي. نسيتي أنا كيف طلعتي من السجن؟ نسيتي الواطي الحقير خلاني أتنازل عن كل شي بملكه مقابل إنه يطلعني؟ يعني أنا كل شي بملكه صار إله، وهو حجز على كل أملاكه. يعني أنا وإنتي رجعنا للصفر؟ إيه؟ لا مو للصفر، رجعنا لتحت الصفر. ماما إنتي شو عم تحكي؟ تعرفي شو عم تخبصي؟ ليش ما ضربتني وقت اللي كان لازم انضرب؟ شوف حالي نضيع، تفرج عليهم تربوا احسن ترباية وتعلموا احسن تعليم، شوف وين صاروا. وانا ارتحشت بالشارع بين الصنايعية والشغيلة، ما كملت تعليمي.